الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، طيب، الى سنن الترمذي. سنن الترمذي، احنا عندنا المناقب، تكلمنا وصلنا الى بلغنا الى 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 مناقب طلحه رضي الله عنه وارضاه. صحيح، روى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقات الأثبات شيخ الأصحاب الكتب الستة، فحدثنا صالح بن موسى من الثقات عن السلط بن دينار حسنه صحيح الحديث، قال عن أبي نضرة، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك، أبو نضرة العبدي هو من الثقات، وثقة بن معين وبحتم الرازي وغيرهما. قال قال جابر بن عبد الله، وجابر رضي الله عنه من أنصاري صحابي من صحابي من السبع المفيدة على النبي الأمين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. الله أكبر. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت، وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت ابن دينار وضعفه في صالح بن موسى، لكن الصلت ابن دينار أبو شعيب البصري فيه كلام، شعبة كان يتكلم فيه. نعم، وأبو زرع الرازي الليانة هو جوز شاني، وأبو داود أيضا ضعفاء، وابن سعد أيضا ضعفه. الحق أنه كثير ممن ضعفه، وبعضهم مشى حديثه، لكن قد قال بعضهم هو له مناكير كثيرة ومتروك ناصب من الناصب يضعف له الحديث. عامة الحديث له روايات. وفي الباب الثاني روى المصنف عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه الحديث حسن، قال: ألا أبشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. نحبه يعني نذره. طلحة ممن قضى نحبه، يعني صدق فيما ألزم نفسه لله جل في علاه. الله أكبر. طيبك الله. ربنا يجزيك عن خير الجزاء. نعم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه. عامة عندنا الآن حديثان لمناقب طلحة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول فيه نبوءة وعلامة من علامات النبوة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مغيب من المغيمات، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلحة شهيد يمشي على الأرض. وحقا طلحة أيضا، هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز حراء قال: أثبت حراء، إنما عليك نبي وصديق وشهيد، وكانوا على الجبل أو أحد، فكان معهم علي والزبير وأيضا طلحة. طلحة قتل شهيدا يوم الجمل. طلحة رضي الله عنه أرضاه، طلحة الخير كما قلنا كان جوادا كريما، قتل شهيدا يوم الجمل، ولما نزل فنظر إليه علي بن أبي طالب بكى، وأخذ يحصو التراب من على ينزع التراب من على وجهه ويبكي ويقول: عز علي أراك هكذا أبا محمد، عز علي أراك هكذا أبا محمد، عز علي أن أراك هكذا أبا محمد رضي الله عنه. هو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب قال لابنه: قال يا بني نزلت هذه الآية في وفي أبيك وفي الزبير، في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن هنا كما قلنا علامة من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن طلحة شهيد يمشي على الأرض، وهذا أيضا من باب بشارة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشرة بالجنة، قال: النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، عبد سعيد بن زيد في الجنة. وفي الحديث الثاني قال: طلحة ممن قضى نحبه. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صدقه وأشهر فضله، وأنه قد تعاقد أو تعاهد مع ربه والتزم فألزم نفسه فوفى وكان صادقا مع ربه. قال: طلحة ممن قضى نحبه، والله جل في علاه قد قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ممن قضى نحبه، وهو قد تنبأ أيضا به أنه يكون شهيدا. فهذه أيضا من الأخبار بالمغيبات، فيها دلالة على فضل طلحة رضي الله عنه وارضاه. الفوائد المستنبطة:
الإخبار بالغيوب من علامات النبوة. جواز المدح في الوجه إن غلب على الظن أنه لا يفتن الممدوح. فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه.